معنا هالة لبكي مباشرة من استوديو وامدا بأرب نت. هالة CEO co-founder لشهية.com. هاي. هاي، كيفك مايا؟ خبرينا شوي عن شهية. شهية هو موقع تفاعلي للطبخ. شو يعني؟ يعني حدا بيجي بيتسجل على شهية فور فري بلاش، وبيخلق بروفايل وبيزيد وصفاته، وعنده محل بيصير بيقدر يحفظ كل وصفاته. نحن شغلتنا بشهية نتأكد ان هالوصفات هن وصفات منيحة وبينطبخوا وكل المكونات موجودة، ووقتها مننشرهم بنعمل نحسب كل النيوتريشنال فاكتس تبعهم، يعني المعلومات الغذائية تبع الوصفات. سو كل واحد بيزيد وصفة بيطلع له اخر شيء. اذا انت ما بتعرفي مثلا وصفة المغربية تبعك قد ايه فيها معلومات غذائية، بتزيديها على شهية اذا منيحة وبننشرها بتصيري تعرفي. كيف بنيت البراند؟ البراند اما الويب سايت؟ براند. نحن البراند كانت عنا كان في ويب سايت، كان كل موضوع الطبخ بالعالم العربي على الفورومات. صح. بقى كانت الفكره انه الطبخ كتير اساسي انه تقدر يكون عندك ثقه شو عم تطبخي. صح. والفورومات كلهم منقولين من بعض، ما في شيء اكيد، بتلاقي نفس الكونتنت وين ما كان. بقى كانت الفكره انه يكون في يونيك كونتنت بيجيبوه الناس اللي بيطبخوا، نسوان ستات البيوت اللي هن بالعالم العربي بيطبخوا بطريقه فظيعه وعندهم كونتنت فظيع، بيضلوا على رف المطبخ. هو عند بنتها وعند بنت خالتها بنجيبه بنتقل بس بتضل بالعائله. بقى نحن قلنا خلينا ننقلها على العائله الكبيره. وكان البراند يعني كثير ضروري جوده الكونتنت اللي عم ننشره. عندنا هلا 4000 وصفه منشوره، عندنا 1000 وصفه رديناهم من هال 4000 للممبرز تصححوا فيهم، يا بيكونوا منقولين يا بيكونوا ناقصين يا بيكونوا مش واضحين. اوكي. وكيف نقلته هلا للموبايل ابلكيشن؟ اكشلي بعدنا على الويب بس. okay. فتنا بالموبايل لانه everything is going mobile. كثير من الترافيك تبعنا عم بيجي موبايل. عملنا اول تجربه بالموبايل، اطلقنا ابلكيشن هذيك السنه دغري قبل رمضان اسمها المطبخ اللبناني. كانت ابلكيشن فيها 101 وصفه لبنانيه مجربه، كمان very high end content. نالت اعجاب كبير لانه نزل منها 200,000 اكثر من 200,000 نسخه بوقت بشي شهرين ثلاثه. يعني بس لا very niche content app, it's very good. وهلا ان شاء الله بعد شهر اخر شهر الجاي رح نعمل launching للام version mobile version تبعنا ولا موبايل اب لكل الويب سايت. كيف عم تغطوا التكاليف؟ نعم، تكاليف كيف عم تغطوها؟ شويه funding. نحن عنا it's self funded. okay. and now we're going to look for a round of investment. نقلنا على الانجليزي. خلينا على العربي. كيف عم تلاقي عرب نت؟ شو عم تستفيدي منه؟ اكشلي تاني سنة بجا عرب نت. بفتكر انه شغلة كتير منيحة ببيروت يكون في هيك ايفنت، لانه بيجوا ناس من كل المنطقة وهن اخصائية بشو بيعملوا، يعني اللي هن بالاد اما انفسترز اما غير ستارت ابس مثلنا، وبتخلق فرصة الناس يتعرفوا على بعض ويمكن يبلشوا بزنس مع بعض ويتعلموا انه العلم واحد بيقدر يلاقيه، يعني المعلومات فيك تلاقيهم وين ما كان. صح. بس التواصل مع الناس كتير مهم بمحل مثل عرب نت. شو الخطوة التالية هلأ لشهية؟ الخطوة التالية قلت لك اللونش تبع نطلق الموبايل موبايل ويب سايت والموبايل ابليكيشن and to keep on، يعني نكمل نطور الويب سايت الناس يجوا أكتر ويضلوا أكتر ويستعملوا أكتر. more recipe. good luck. thank you. حلوة الفكرة. وأهلا وسهلا فيك على استوديو وامدا. Thank you, Omda. وإن شاء الله تكونوا عم تستفيدوا أكثر بقربنا. إن شاء الله. ميرسي. ويلكم.